شكرا شكرا عبد الله سيف على هذا الابداع، وفعلا كنا مستمتعين في كل ثانيه. عبد الله سيف اختفى في شكله، ضاع فعلا في الصحراء. عبد الله سيف، عبد الله سيف، عبد الله سيف، وصل وصل الحمد لله على السلامه. يا مرحبا، تعال بيك جنبي. والله لا تمسكني، تعال جنبي يا شيخ. صح انك لا تمسكني مره، والله فعلا تحسست اني قربتك، لكن عاد احبك. شكرا عبد الله، الله يسلمك، مبدع. ولكن اعتقد تراك كنت في رحله متعبه، وفي رحله قادمه اعتقد انها متعبه. ف عبد الله سيف في تحدي انا ما اعرفه والله، ولا الجمهور يعرفه، يعرفه استاذ عايض. تفضل استاذ عايض، عطنا التحدي عشان يروح يجهز. التحدي اللي عندك ولا لا؟ لا، ابي التحدي اللي بتعطيه عبد الله سيف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عطنا التقييم اذا ودك، وعطنا التحدي بعد سريع. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، نحيي الحضور والمشاهدين. عبد الله علق المشهد. إيه علق. طيب حنا في احتفالية اليوم، لكن حنا نتعلم. أنا قبل شوي قبل ما يبدأ عبد الله كنت أتأمل يعني تشرفي بالمشاركة في المجد في أكثر من برنامج. أنا بنفسي استفدت، يعني خروجي في أول برنامج في المجد كناقد أو حكم أبدا ما هو زي حضوري اليوم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم فعلا شيء أدين فيه لاختيار الزملاء فعلا وثقتهم، فأشكر الله أولا، ثم أشكر الشباب وأبو عمر. أبو عمر تكلم عن القراءة، قال القراءة ثم القراءة ثم القراءة، أنا أقول الاطلاع ثم الاطلاع ثم الاطلاع. القراءة أول كانت تقريبا هي المصدر الوحيد للتعلم، الآن مصادر التعلم متعددة، في المسرح أو في التمثيل أي مصدر من المصادر قد يعلمك. شغلة مهمة، أنا ودي أرجع للمشهد. عبد الله ما يحتاج أتكلم عنك، عن مثابرتك، عن التزامك، عن ثقتك في نفسك، عن أكثر من صفة أو ميزة فيك كممثل. لكن لأصدق معك لابد أني أعطي بعض الملاحظات على المشهد. المشهد كان طويل جدا، أعتقد أنك بلغت بالوقت، والوقت تجاوزت بشكل كبير. المشهد كان طويل وفيه إطالة بشكل كبير، استخدام مناطق المسرح كان فيها خلل إخراجيا، كان فيه خلل كبير، استخدمت منطقة واحدة فقط كان ممكن تنسدح في الأخير، تنسدح هنا وتنوع بحيث أن نعرف أنك تتنقل في المكان اللي ظاهر أمامنا. استخدام التنوع في الأداء الصوتي عبد الله، نقلنا من مشاعر إلى مشاعر كان برتم واحد ما في أي انتقال. شدني مشهد حديثك عن الأم، توقعت أن نهاية المشهد كانت نهاية رائعة لو انتهيت فيها، وكانت رسالة المشهد أنه مثلا عن البر أو عن قلب الأم ومتابعتها والشيء اللي فعلا يظهره، كان المفروض تعطيني بشكل كبير بحيث أنه أحس بالشيء هذا. أعجبني الديكور على المسرح. أبختم يا فايز، الله يعطيك العافية، أتمنى لكم التوفيق. ما وصلتوا للمكان هذا إلا أنتم ما شاء الله أبطال، أتمنى لكم التوفيق في حياتكم القادمة.